تشخيص قابلية التوظيف. اعرف موظفينك بيقاوموا التغيير ليه. كل بيزنس صغير أو كبير عرضة للاضطراب. أفضل طريقة للنجاة هي التغيير والتكيف عليه. بالطبع توفر القيادة القوية الرؤية والاتجاه للتحول، لكن اللي بيدعم نجاح هذا التغيير التنظيمي هو قدرات ومهارات وعقلية الموظفين اللي بتمكنهم من تبني الاتجاه الجديد. احنا قدمنا قائمة من العوامل والسلوكيات اللي ممكن تكون سبب للموظفين لمقاومة التغيير التنظيمي. 1- عدم وجود المعرفة التأسيسية. لما يكون الموظفين ما عندهمش فهم جيد لنموذج عملك وتكنولوجياته التمكينية، فغالبا بيقاوموا التغيير. ده لأنهم ما بيربطوش إن عملهم في الشركة بيخلق قيمة للعملاء وبيساعد الشركة على كسب المال. في الواقع، نقص المعرفة عن عرض قيمة الشركة وكيفية كسب المال هو عامل مشترك في الحتة دي في كثير من المنظمات. 2- الانغماس في إجراءات العمل. معظم الموظفين اعتادوا على العمل الروتيني اللي بيصبح خطوة في عملية أو فقط عقبة أخرى في عجلة القيادة. الموظفين بيميلوا لفقدان رؤية أهداف العمل وحتى لاتجاه مسيرتهم المهنية الخاصة في روتينيات الدنيوية المتكررة، وهكذا بيكونوا غالبا مهددين بالتغيير التنظيمي والنشاطي. 3- انعدام الأمن الوظيفي. قد يؤدي إدخال التكنولوجيات الجديدة في بيئات العمل لإثارة المشاعر والطاقة السلبية والقلق حول انعدام الأمن الوظيفي، وده ممكن يؤخر تنفيذ التغيير في الشركة. 4- المقاومة المعتادة للتغيير. يمكن الموظفين غالبا مقاومة التغيير، وهناك عدة أسباب: عدم الرغبة في الخروج من منطقة الراحة، عدم رؤية الصورة الكاملة، الخوف من فقدان السيطرة أو الاعتراف، أو انخفاض الثقة في الشخص أو المجموعة اللي بتقود مثل هذه الجهود وغيرهم. 5- جهل الاتجاهات. يمكن الموظفين أن يكونوا أقل اطلاعا على اتجاهات السوق والقوى التنافسية وديناميكيات الأعمال المتغيرة والتكاليف، وهكذا سيتم فصلهم عن الأساس المنطقي والدافع لدفع التغيير في الشركة. 6- الالتزام من الإدارة العليا. يجب على قادة الشركات بناء وإبراز الأهمية الأساسية للتغيير في المنظمة. أي غموض أو فشل في القيام بذلك ممكن يؤدي لعدم الحماس للتغيير في معظم الأوقات وعدم اشتراك الموظفين. 7- المخاطر والمكافآت. التغييرات اللي بتحتمل المخاطر وقليل أو عدم وجود مكافآت ملموسة بما في ذلك الاعتراف الاجتماعي أو الشخصي قد لا ينظر إليها بشكل إيجابي من قبل الموظفين. 8- القليل أو عدم تفاعل العملاء. غالبا أدوار عدم مواجهة العملاء تواجه صعوبة في تبرير التغيير أو طرق جديدة لممارسة الأعمال التجارية، خصوصا عندما يفشل الموظفين في فهم صلتهم لتقديم عرض قيمة الشركة للعميل. 9- عدم الوعي بإمكانيات خلق فرص جديدة. عدم وضوح الرؤية في الأدوار المستقبلية والإنتاجية والإمكانيات هتجعل الموظفين أقل إثارة للتغيير. 10- عدم الاتصال بالغرض. الموظفين عموما بيحبوا التغييرات اللي بترتبط بهدف من الشركة ومسار حياتهم المهنية وحياتهم، وعندما يتم قطع الاتصال غالبا يؤدي إلى فك الارتباط. مبروك، معرفة ما قد يسبب أو لا يسبب مقاومة الموظفين للتغيير في عملك هيمكنك من تصحيحهم وإعدادهم لاحتضان التغييرات التنظيمية. كخطوة أولى انصحهم ياخدوا كورس Change Ahead، وأيضا تواصل معنا إذا كنا نستطيع مساعدتك. يرجى زيارة www.traindarrow.com.